تحياتي للجميع، معكم باسم ميديا ستار جروب بدرس جديد راح احكي فيه اليوم عن طريقة تحرير فيديو باستخدام برنامج الفوتوشوب. كل متابعين القناة تبعيتي بيعرفوا انه هالفترة هيدي عم بشرح كورس عن تعليم البريمير بشكل احترافي، بس اليوم انا قررت بين هالدروس اللي عم بعطيها عن البريمير انه اشرح تحرير الفيديو بالفوتوشوب، لانه في كتير ناس شباب وصبايا بيشتغلوا فوتوشوب ما بيشتغلوا بالمونتاج، حابين يتعلموا التحرير بوقت سريع. فاليوم درس كتير مميز وبيعطيكم فرصة لكل اللي بيشتغلوا على الفوتوشوب لحتى يقدروا يعملوا مونتاج لفيديوهات رائعة جدا على الفوتوشوب. فدرسنا راح يكون مميز، بتمنى الفائدة للجميع وراح بلش فيه فورا حتى ما نضيع وقت. يا شباب ويا صبايا، هي واجهة الفوتوشوب اللي بيفتحوها هلا. الناس بتشتغل فوتوشوب، راح افترض الكل اللي بيشتغل فوتوشوب، وحتى اللي ما بيشتغل فوتوشوب قادر يتابع الدرس ويتعلم تحرير الفيديو بشكل كتير سهل وسلس من دون اي مشاكل. هلا نحن اول ما نفتح الفوتوشوب مشان نحن ندخل على القائمة على هالشكل هذا، على البانلز هدول او هاللوحات هدول الموجودة قدامي، ويطلع عندي التايم لاين. فانا بروح لهون القائمة اليمينية، هون شايفين المسددة هيدي الصغيرة اللي هي فيها إعدادات مسبقة داخل الفوتوشوب اللي فيها الـ Essential 3D Graphic and Web. أنت لما تضغط على وحدة منهم فبتعطيك أفضل الأدوات مناسبة للشيء بدك تشتغله. فنحن هون بنروح على شيء اسمه الموشن، بنضغط عليه. لما تضغط الموشن المفروض يفتح عندك تايم لاين، تفتح عندك قوائم خاصة بالموشن. إذا ضغطوا على الموشن وما فتح التايم لاين كمان، بنروح على قائمة ويندو، بنروح على التايم لاين نعطيها إشارة صح. فهيك نحن بنكون هلا فتحنا الواجهه المناسبه لشغل الفيديو. هلا طريقه نحن بدنا نتعلم اول شيء نحن كيف ندخل فيديو على الفوتوشوب. حقيقه في كذا طريقه راح اعلمكم اياها. يا اما نحن بنروح على اوبن، على فايل، على اوبن، بنروح نحن على مثلا ديسكتوب. انا حاطط فيديوهات هون وصور، فبروح انا على الفيديو اللي بدي اياه بضغط عليه بعطيه اوبن. يا اما بروح انا بهذا الزائد شايفينه هون بضغط عليه كمان بياخذني على ملفات، فانا كمان بدور على المجلد اللي بدي اياه، بفوت جواته بنقي الفيديو ببوس اوكي اوبن. يا اما هون شايفين هيدي اشاره الفيلم هون بضغط عليها بختار اد ميديا، كمان فيني بختار الفيديو وبعطيه اوبن. يا اما الطريقه اللي بيحبوها كتير المصممين والديزاينريه وغيرهم، بيجي لهون بضغط على الفيديو مثل ما هو مباشره وبسحبه عندي انا على سطح المكتب، على عفوا على داخل البرنامج. فهلا انا بجي اذا بعطي بلاي مثل ما شايفين فيديو عم يشتغل داخل الفوتوشوب، شايفين الحدث العظيم هذا. فهي اول فيديو لنا بنكون استوردناه داخل الفوتوشوب. هلا انا الفيديو اللي مدخله بلا اوديو بلا صوت، مشان ما تسالني العالم ليش ما في صوت، انا مدخله بلا صوت. اذا دخلت فيديو بصوت بيشتغل نظامي مع الصوت تبعه، بيكون الصوت موجود مع الفيديو. فهي بس يعني انا ما دخلته مع صوت لانه بدي اضيف صوت من عندي اخر شيء يعني. فهيك هلا بنقول نحن دخلنا فيديو. هلا انتبهوا، نحن اول شيء لما ندخل فيديو داخل الفوتوشوب شو صار معنا؟ مباشرة هون اذا بنعين على اليمين على قائمة اللايرز هون عملنا جروب سماها فيديو جروب، حطلنا الفيديو جواتها. هي شغلة كتير مهمة، ليش؟ هلا راح اقول ليش. هلا نحن خلونا نضيف فيديو تاني بس من هالطريقة هون. هلا انا راح اعمل اد ميديا مثلا، راح اجي على هذا الفيديو راح اعمل له اوبن. فوين الفيديو؟ ما حدا شافه. راح صغر شوي انا هون، شايفين حط لي اياه بعد هذا الفيديو. وين؟ بالفيديو جروب. فانت الفيديو جروب كل شيء بيكون جواتها لما يحط ملفات جواتها فكلهم بيجوا ورا بعض، شايفين يا شباب ويا صبايا. طبعا رجعت فتحت نفس الفيديو راح اعلم عليه، راح امحيه، راح اجي على سطح المكتب لاشوف الفيديو الثاني، هذا الفيديو الثاني هيك شايف اكثر، وراح اجي اسحبه لهون، شايفين سحبته لهون انا بضغط ضغطتين فهو اجى بعد الفيديو هذا، لانه ليش؟ جوا الفيديو جروب. فانا اذا بدي هذا يجي فوق هذا، بدي اعمل كذا مقطع فوق، وبدي احط صور هون، بدي احط تكست هون، شو الحل؟ لانه هلا اي شيء بعمله هلا بيكون جوا الفيديو جروب، فبيجي ورا بعضهم بيجوا. يعني انا اذا اخذت اداه تكست هلا وجيت لاكتب هون مثلا، راح اكتب انا صباح القهوه والرواق، راح اجي اضغط مؤشر السلكشن هون راح احطه هون. هلا وين هو اجى؟ اجى اخر شيء، شايفين؟ طب انا بدي احط انا هذا الكلام بدي احطه فوق الفيديو، فشو الحل؟ الحل انت راح تحط فيديوهات فوق بعضها تطلعهم من الفيديو جروب. فانا بجي على التكست هون بضغطه، طلعته انا، شايفين هي شغلات بتصير معكم كتير، طلع معي هلا. فانا هلا بجي شايفين بسحب النص وين ما بدي. هلا انا بجي لهون فشايفين صار عندي انا التكست فوق الفيديو اذا بمشي، شايفين طلع ما احلاه هون هيك، كتير شغلة رائعة.
فهي اساسيات تخلي الفيديو، ونفهم هون انه الفيديو جروب هي مشان تحط فيديوهات والصور وغيره ورا بعضهم. اذا بدك تحط شيء فوق شيء بدك تطلعه من الفيديو جروب، وهلا صار كل شيء بنحط فوق بعضه. يعني انا هلا اذا بجي لهون بدخل مثلا هيدي الصوره، بختار الفوتوشوب بحطها هون، فشايفين هلا هي اجت فوق الفيديو هاد، انا راح كبرها راح اعملها هيك، شايفين انه هي اجت فوق التكست هلا، واثنيناتهم برا الفيديو جروب، فشايفين بتجي هلا هي فوق الفيديو هاد. انا ممكن هلا اجي اعمل لها بليند مثلا، اختار اوفرلاي، فشايفين كيف صارت هيك شكلها حلو مع الفيديو، الفيديو عم يمشي. فهي الشغله بدنا ننتبه عليها. اذا انا رجعت دخلتها على الفيديو جروب، شايفين اخذت اياها لاخر شيء، صار بس خلص الفيديو هذا بتجي الصوره هي. فهي الشغله كمان مش عم ننتبه عليها، راح ارجع اطلعها برا الفيديو جروب وسويها هون. دقيقه هيك، ها تمام صارت هلا هون، راح اجي اجيبها لهون مؤقتا. فهيك يا شباب ويا صبايا، نحن بنكون دخلنا فيديوهات وصور على الفوتوشوب. هلا انا هون بدي اجي كمان من هون بدخل اوديو، انا راح اعمل اد اوديو، راح اجي انا عندي هذا الاوديو راح اعطيه اوبن، شايفين فتح عندي اوديو هون. انا هلا اذا بمشي الفيديو شايفين بياخذ احيانا شوية وقت لحتى يرندر، او يعني ايه تماما بنسميها رندر، يعني لحتى يفعل الاوديو بتاخذ لها ثواني. شايفين ما احلاها، صار عندنا فيديو رائع جوا الفوتوشوب. هلا خلونا شوي نشتغل بالتحرير مشان نقدر نخرج فيديو كامل. هلا شايفين الاوديو كتير طويل، فانا بصغر هون، بيجي انا مثل البريمير وغيره، اذا بجي انا بعلم او بقرب مؤشر الفاره على نهايه المقطع هون، شايفين انا فيني صغره وصلتها لهون. هلا صار عندي الاوديو على قد كل الفيديو، فهيك صار وضعي ممتاز. هلا انا شو فيني اعمل لما دخلت الفيديوهات والنصوص على الفوتوشوب؟ حقيقة فينك تستفيد من كل ميزات الفوتوشوب بالشغل، يعني قادر تطبق فلاتر على الفيديوهات، قادر تطبق ستايلز مثل هدول الستايل الجاهزين على النصوص، قادر تعمل فيد، قادر تطبق ادجاستمنت لايرز على فيديو بحاله او على كل الفيديوهات والصور الموجودة. يعني تخيل انت بتشتغل فوتوشوب بالتقنيات الرائعة اللي بتعملها على الصور كلها قادر تعملها على الفيديو. يعني حقيقة في شغلات ممكن تقدر تطلعها احلى من برامج المونتاج نفسها. يعني هلا رح نشتغل عليها شوي ونتعلم، رح ناخذ فكره. انا رح يعني اغطي لكم كل شيء للشغل، وانتم بعدين فصلوهم تفصيل مثل ما بيقولوا. يعني حرام نعطي، انا من زمان قاعد دوره كامله عن هالموضوع هذا، كان بدايه القناه لسه، كان بدي شاركها معكم بس هيك كنت لسه متحمس اول دروس، فما حبيت هيك شاركها. قلت رح ارجع اعطي درس هيك شيء ثلث ساعه، اعطي فيه الملخص المفيد بشكل الكل تنطلقه. اللي بيحب يرجع يحضر الدوره كامله فيني يفوت على القناه، دور بالبلاي ليست، انا شارح بلاي ليست كامله عن طريقه مونتاج الفيديو بالفوتوشوب. بس بهذا الدرس رح اعطي انا المختصر كله اللازم، كل التقنيات اللازمه، ما في داعي تحضروا شيء ثاني غيرها اذا حبيتوا يعني. فهلا انا راح اجي لهون، راح نبلش اول شيء بالفيد. انا راح اجي على اول الفيديو لهون، فانا مثلا عندي الفيديو شايفين فورا ببلش هيك، انا اذا بلشته مباشره ببلش. طب انا بدي اعمل له فيد للفيديو، بدي اياه يبلش اول شيء من لون اسود هيك تلاشي بعدين يدخل، شو بعمل انا؟ بجي هون شايفين هذا المربع اللي هون بضغط عليه، فهذا اعطيني ترانزيشنز انتقالات معدل سلفا داخل فوتوشوب. شايفين هون الديوريشن، هون مده كل ترانزيشن بدي طبقه. فاذا انت او انت يا شباب يا صبايا بتحبوا تعدلوا، مثلا انا 2 ثانيه، فانا هلا عدلته على 2 ثانيه للترانزيشن، فاذا باخذ الفيد هون شايفين مده الفيد صارت هلا ثانيتين. هلا انا بجي شايفين ما احلاها ودخل الفيديو. هلا شايفين نحن انه عم تكون خلفيه شفافه. انا ممكن اجي مثلا هون اختار سوليد كلر، اختاره ابيض مثلا، شايفين هو اجا هون الكولر السوليد كلر، فانا بجي بدخله على الجروب تبعية الفيديو، وانا بجي بحطه هون شايفين تحت اسفل شيء. ثواني هلا انا لا بيطلعه من الطبقه، شايفين انا طلعته من طبقه الفيديوهات مشان احطه لهي الطبقه اول شيء. هلا راح احطه انا هيك مد على اخر شيء مشان ما يكون عندي فيديو شفاف تحته. فهلا انا هون اذا بستخدم الفيد شايفين هلا انا حطيت طبقه، فينا تحط وحالاتهم الادجستمنت لايرز اللي بيعرفوا الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا بالفوتوشوب، انه انت بتضغط طبقتين هون فبتغير للون بدك اياه مباشره. فانا ممكن مثلا اختار هاللون القهوي هون، مثلا هاللون الغامق او لون القهوه يعني، ما كثير عم ياخذوا مثل ما هو، بس بكل الاحوال برجع على البدايه شايفين. فانا صار عندي هذا الفيد تحته
تحته لون تقريبا مثل ما انا بدي. فهي الفكره. هلا انا جيت عملت هذا الفيد مثل ما اتفقنا يا شباب ويا صبايا. فانا بجي لهون مثلا، شايفين انا لما اقرب مؤشر الفيديو على نهايه اي فيديو او بدايه اي فيديو، فانا قادر اتحكم بطوله. فمثلا هذا الفيديو الثاني عندي اياه طويل كثير انا، فانا مثلا بجي لهون وقت لنصب الشاي او القهوه ما بتفرق، مثلا صبت لهون خلاص انا ممتاز بدي اياه لهون بس. فانا بجي لنهايته شايفين بمؤشر الفاره وبسحبه لهون، شايفين ما احلاها. فانا هلا قصرت الفيديو، بجي كمان للطبقات اللي هون، بجي بسحبها لهي لهون، وبجي بسحبها لهي لهون، وقادر اسحب التكست لهون واسحب الصوره لهون. فهيك انا صار عندي الفيديو بهذا ضمن هذا المجال، شايفين ما احلاه. ايه كثير حلو هيك شغلنا صار. فانا هلا بجي لهون مثلا بدي اعمل كمان انا فيد بين هدول الاثنين، مثلا بدي اخذ كروس فيد، بجي بضغط عليها بسحبها بحطها بين هالفيديوهين. فهلا انا بمشي الفيديو هون مثلا، شايفين ما احلى كيف تلاشى ودخل الفيديو الثاني. رح ارجع طولها شوي لهيدا لهون هيك بس تمام. فهيك انا هلا شو فينا نحن نعمل لسه شغلات. هلا انت مثلا جيت على هذا النص، تمام يا شباب يا صبايا، انا فيني اجي اعمل ستايل مباشرة، شايفين ما احلى، هي ستايلات الجاهزة عندي اياها بالفوتوشوب. فانا صار عندي ستايل فوتوشوب كلام بجنن كتير حلو، وبنفس الوقت انا فيني اجي اعمل له فيد مثلا للنص، بجي بعمل له فيد من هون مثل ما اتفقنا، بسحب له فيد. بس انا ما بدي اعمل هيك. هلا انا كل الطبقات سواء الفيديو او اي طبقه يا شباب ويا صبايا مثل ما شايفين فيني هون، بجي علي شايفين هالسهم هذا، بنزله هيك بضغط عليه فبيعطيني خصائص الطبقه، شايفين ترانسفورم اوباسيتي ستايل تكست وارب. فهيدي الامور انا فيني اتحكم فيها مثل برامج مثل افتر افكتس ومثل البريمير. انا اذا بجي بضغط على ترانسفورم مثلا بعطيه هون كي فريم، بجي لهون. اذا بروح انا على الاديت بروح على مثلا الفري ترانسفورم، شايفين هلا انا بجي بضغط هون شيفت والت مثلا مشان حافظ على التكبير والتصغير بتناسق، بضغط هلا ضغطتين فشايفين انا عملت ترانسفورم. اذا انا بجي لهون هلا بشغل الفيديو، شايفين كيف كبر كبر النص معي بشكل كتير حلو. وقادر انت لما تجي لهون مثلا بتعمل اوباسيتي، وبتجي بعدين بتعمل هون بنهاية التكست هون، تجي على طبقة التكست بتروح الاوباسيتي هون مثلا بخفيها، شايفين بسويها صفر. فاجي انا بكون النص عندي كبير بعدين بيختفي، شوفوا هون شايفين ما احلى التأثير. يعني هي احد الامور فينا نشتغلها. هلا هون ستايل كمان شوفوا ما احلاها، يعني انت بالتكست بس انت فينك حتى تتحكم بالستايل. انا حطيت مثلا احكي فريم للستايل، هون عندي هذا الستايل فيني اجي لهون انا، يا اما بدخل على الستايل نفسه على الافكس تبعت الستايل مثلا، مثلا بجي على الستروك راح اكبر الستروك انا هون هيك. فشايفين هلا انا بجي لهون، شايفين كيف الستايل نفسه عم بتحكم فيه انا. هلا اذا بشغل شايفين كيف كبر الستروك معي عند الكي الثاني. يعني انت ممكن تجي لهون مثلا، راح انا الغي الاوباسيتي راح الغيها، راح ارجع لهون شوي، راح انا هون بس ارجع تضغط على الساعه فانت لغيت ازرار الاوباسيتي. انا مشان بدي افرجيكم مثلا جيت لهون انا، فانا ممكن اختار ستايل ثاني مثلا، هاتوا لنشوف هذا الستايل شايفين. فهلا انا شوفوا كيف بنقل من ستايل لستايل، هلا شوفوا ما احلاها، شفتوا ما احلى الشغل. يعني كثير قادرين تعملوا شغلات رائعه بالفوتوشوب. هلا انتم جربوا بقيانين، جربوا التكست وورب كمان، فيكم تعلموا التكست تختاروا خيارات الراب او الوورد تبعيته وتتحكموا كمان. فكتير عندكم امور انا ما راح احكي فيها كلها كلها، راح اعطيكم بس فهمكم كيف فيكم تشتروا وتعدلوا، وانتم بعدين جربوا واعملوا فيديوهات على كيفكم. هي راح سكرها. كمان نفس الشيء نحن اذا جينا على الفيديو هون ضغطنا على الجروب تبعيته، كمان شايفين عندنا البوزيشن، عندنا الاوباسيتي، عندنا الستايل. كمان قادرين نشتغل مثلا بوزيشن انا اللي هو موضع الفيديو، انا احط كي فريم هون بالكي فريم الثاني حركه، جيب فيديو تاني محله. فهي الامور راح تشتغلوها انتو، انا بهمني هلا اعلمكم انه بس فيكم تعملوا داخل هذا البرنامج. فهي كمان شغله حلوه. هلا انا في شغله كثير كثير مهمه راح لكم اياها اللي لازم تعرفوها. نحن مثل ما حكينا هون، حكينا عن كيف نعمل ترانزيشن حلوه، هون بنشغل الفيديو، هون فريم لورا وفريم لقدام، هون بياخذني لاخر الفيديوهات، هون الصوت، اذا انا ضغطت هون الصوت فبيخفي لي هذا كل الاصوات الموجوده بالفيديو. يعني انا اذا كان عندي هذا الفيديو فيه صوت
وهون في عندي صوت موسيقى وغيره، وضغطت على خيار هون الساوند خفيته، فبيخفي لي كل الأصوات الموجودة بالفيديو. تمام يا شباب يا صبايا. أما أنا إذا بدي إجي أخفي صوت واحد بطبقة واحدة، فمثلا أنا هون عندي هي طبقة الأوديو، بيجي بالزر اليميني بضغط عليها، شايفين؟ فبيطلع لي هون الأوديو، هون فيني أعلي الصوت تبعها، هون فيني أعمل لها فيد إن وفيد أوت، وهون فيني أعمل لها ميوت. شايفين؟ إذا عملت أنا ميوت أوديو هون، فأنا هيك بكون لغيت الصوت هلا هون، ما بقى بنسمع الصوت. شايفين يا شباب يا صبايا؟ هلا أنا راح أجي راح أفتح شوي، هي راح تكون عليها، راح أجي هون من جديد، راح ألغي الميوت، فأنا راح أعمل مثلا فيد أوت يعني بنهاية الفيديو وبداية الفيديو، بدي أعمل فيد إن ببداية الفيديو لثانيتين وفيد أوت كمان مثلها. فهلا إذا بجي على بداية الفيديو أنا بشغله، شايفين؟ هلا هو صار عندي فيد اوت، بس كان اخذ وقت لحتى يرندر، راح ارجع مشي. شايفين بيجي هيك الصوت خفيف بعدين بيطلع، ونفس الشيء لما نروح على النهاية هون هلا هيك راح شغله، شايفين بيجي الصوت بيطلع فيد بيختفي. هي شغلة كثير حلوة كمان تعلموها. هلا في شغلة كمان سريعة راح اعلمكم اياها، اللي هون اذا بنجي بنضغط على هذا السهم الصغير اللي هون، شايفين انا اذا عندي فيديو في اوديو مثلا، انا بيطلع لي هذا الخيار فيديو واوديو، شايفين؟ هلا انا ضغطت على هي، سوري، بدي اجي لهون، بدي اعلم الفيديو اول شيء، بتعلموا الفيديو بتضغطوا هون اول، فتمام. هلا هون عندك انت الفيديو، انت فينك قديش اعطيك مده الفيديو، فينك تسرعه وفينك تبطئه للفيديو، هي شغله كثير حلوه. وهون بنرجع بحكينا اذا كان في الفيديو صوت ففينك تتحكم انت بالصوت او الفوليوم موجوده فيه، فهي الشغله كمان لازم تعرفوها، انه انا هذا السهم اذا ضغطت عليه تطلع لي هيدا الخصائص، فانا فيني هون هون مدة الفيديو، هون السرعة فيني بطئه وسرعه، وهون انا فيني اجي على الساوند كمان عليه ولا بطئ او ولا اعمل فيد ان وفيد اوت. فهي شغلات كثير كثير حلوة. هلا انا يا شباب يا صبايا مثل ما حكينا، انا فيني طبق ادجاستمنت لايرز على الفيديوهات، فمثلا انا عندي هذا الفيديو هون هو كثير حلو، انا فيني اجي لهون على الادجاستمنت لاير، فيني مثلا اختار هيو ساتوريشن مثل ما شايفين، فهذا الفيديو شايفين اجت الهيو ساتوريشن انا فوق هذا الفيديو بس، فانا فيني معناتها اعدل بس على هذا الفيديو. شايفين هلا اذا انا بجي لهون، شايفين عم اغير بالالوان هون، او مثلا انا فيني اعمل كولورايز، فانا فيني مثلا اجي اعمل له لون بدي اياه للفيديو، مثلا ممكن اجي اختار لون هون مثلا الازرق هيك، شايفين؟ طبعا بما انه قهوه فانا بفضل اختار مثلا لون البني هون هيك، فانت مثلا اجيت غيرت لون الفيديو، شوفوا ما احلاه هيدا الشغله الرائعه. شوفوا اذا بعمل اخفاء مؤقت لطبقه الادجستمنت لاير، شايفين قبل وبعد. الشغله الحلوه انا اذا بجي بعلم على اخر طبقه هون وبختار ادجستمنت لاير، مثلا راح اختار انا كيرفز، شايفين هي الكيرفز بتجي على كل الفيديوهات لانه اجت مثل ما شايفين اجت فوق الكل، فانا هون خليني مثلا اجي شوي غمق الفيديو، ها راح اعمل هيك، فشايفين التاثيرات اجت على الكل. هلا اذا بروح على النص، شايفين هلا راح اخفيها لهي مؤقتا، شايفين اجت على كل الطبقات الكيرفز. فهي الشغله كثير كثير رائعه كمان، انه انتم قادرين تستخدموا الادجستمنت لايرز بالفوتوشوب وتعملوا تاثيرات رائعه بالفيديوهات مثل ما بدكم. بالاضافه لهذا مثلا انا عندي هيدي الصوره، فيني نروح على البليندينج مود، هون على البليندينج مودز واختار اللي بدي اياه، مثلا شوفوا ما احلى، رغم انها هيك حتى فين ترجع تلعب بالشفافيه كمان. فانا هلا بمشي الفيديو، يعني شايفين التأثير اللي الحلو هون للقهوة وهي عم تنصب، يعني مثلا ممكن نحن نجي هون نختار ماسك، فأنا بجي بالماسك مثلا بختار البرش، بدي يكون اللون الأسود هون موجود، فأنا راح أجي أصغر شوي، راح أشيل الكابس لوك عندي، فأنا ممكن مثلا أمحيها لهيدا شكل الكاسة، خلي بس شكل القهوة مثل ما شايفين. شايفين ما أحلى هالتأثير الرائع، كتير كتير حلوة. وحتى نحن كمان قادرين اذا حبينا مثلا هون انه هذه صوره القهوه انا هيك شايفها جامده، انا فيني اجي افتح طبقتها هون ومثلا بجي على اولتها، انا ممكن احط لها ترانسفورم هون، بجي لهون مثلا راح اجي على الايديت على الفري ترانسفورم مثلا، راح اصغر شوي، فانت ممكن هسه تكبر هيك تحركها هيك. شايفين هلا اذا انا برجع بمشي الفيديو مثل ما شايفين، شايفين بكل الاحوال انا وقت اللي حركت هون كمان بدي انتبه على موضوع الماسك، انه ارجع انتبه منيح انه انا عامل ماسك نظامي لهي. فهي تاثيرات كثير حلوه مثل ما شايفين، قادرين تطبقوها وتشتغلوا فيها داخل الفوتوشوب على الفيديوهات. هلا الشغله الاخيره اللي راح اعلمكم اياها قبل ما اخلص الدرس، انه انت الفيديو مشان تطبق عليه فلتر، تجي على الفيديو
شايفين؟ هلا هون انا راح اجي على الفيديو من هون، شايفين؟ تاخذوه بالزر اليميني بتعملوا كونفيرت تو سمارت اوبجكت. فانا الفيديو هلا هذا سويته سمارت اوبجكت. هلا انا اي فيديو بيطبق عليه فلتر يفضل انه انا احوله لسمارت اوبجكت، تمام يا شباب يا صبايا؟ الفلتر لازم لحتى يتطبق على الفيديو يتحول لسمارت اوبجكت. هلا بيجي على الفلتر جاليري انا، شايفين مثلا؟ راح اصغر شوي هون انا، يعني مشان نختار شيء مثلا ارتست هذا، وراح اجي ستروك بريشر هيك. طيب انا اخذت هذا التاثير، راح اعطي اوكي. شايفين؟ هلا انا بما انه عندي هذا سمارت اوبجكت، انا هي الطبقه راح بعدها شوي. هلا انا هذا الفيديو عملت التاثير عليه، هلا شوفوا اذا انا بمشيها، شايفين؟ هلا المفروض هو يمشي شوي بس انا ياخد وقت بالرندره، شايفين هون عم يتحرك الفيديو. راح ارجع مشيها شوي لانه كمان مثل ما قلنا بياخد وقت لحتى يرندر. فشايفين انتم بكل الاحوال يعني هو عم يتحرك الفيديو تماما بالتاثير عليه، بس بما انه سمارت اوبجكت والفلتر بيجي انا فيني ادخل عليه واعدل من جديد، فانا بيجي على هالاسهم الصغار، الاسهم الصغيره اللي هون، بعطيه للفلتر بلندنج مود، ها اوفرلاي، شايفين ما احلى صار؟ بعطي اوكي وهلا بعطي تشغيل. شايفين هلا هو بده ياخذ وقت ليرندر شوي، بس شايفين هالتاثير الرائع اللي اجى على الفيديو قديش حلو. يعني هي كمان احد الميزات، انت قادر تشتغلها بالفوتوشوب على الفيديوهات. فهيك رح يكون درسنا اليوم خلص يا شباب ويا صبايا. يعني هيدا الدرس، هيك يعني هي الاساسيات لتشتغلوا فيديو. بظن الكل قادر صار يشتغل فيديو. الشغله الاخيره رح اعلمكم اياها بس انه كيف نخرج الفيديو من الفوتوشوب، طبعا اهم شيء. تخيلوا اعطيكم درس وما لكم كيف تخرجوه، يعني شو استفدنا؟ بنروح نحن على الفايل، بنروح على اكسبورت. شايفين معي الاكسبورت يا شباب يا صبايا؟ هي الاكسبورت، شايفين معي الاكسبورت فيديو، ايه ريندر فيديو، هي ريندر فيديو. اذا بنروح على فايل، بنروح على اكسبورت، بنروح على ريندر فيديو، وهلا ننطر ثواني لتطلع لنا القائمه. شايفين ما احلاها؟ هلا هون نحن عندنا بالفورمات، عندنا كويك تايم، عندنا دي بي اكس، عندنا الاتش 264. طبعا نختار الاتش 264 اللي هي افضل صيغه لتخريج الفيديوهات، واللي هي عباره عن صيغه رائعه جدا بتضغط الفيديو مع الحفاظ على الدقه الكامله له. هون نحن اخترناها، هون بنروح على الكواليتي مثل ما شايفين، بتختار انت جميع انواع الكواليتي الخاصه بالفيمو، باليوتيوب عندك اتش دي 720، عندك فول اتش دي. هلا انا هون الفيديو تبعي فول اتش دي 25 فريم مثل ما شايفين. هون بختار سيلكت فولدر وين بدي احفظه، راح ارجع على سطح المكتب انا مثلا على نفس المجلد اللي انا فيه، راح اعطيه اوكي، تمام يا شباب يا صبايا. وراح انا اعطيه اخر شيء رندر. فهون كانت كذا تو فايل توب اوف كافي بيكوز از كورنتلي اوبن، اوكي لانه هو اعطاني نفس الاسم انا ما غيرت الاسم. فشايفين انا هون بس عم بغير الاسم، راح اسميه تيست كمان هيك. فبنجي نحن بنختار تيست، وهلا انا بعطيه رندر. فشايفين هلا بياخذ وقته لحتى يرندر الفيديو، طبعا بدكم تنطروا عندكم لحتى يرندر. هلا هو بياخذ شويه وقت، انا راح احكي معكم شوي، تمام. فهيك هيدا الامور الاساسيه. هلا اللي بحب يشتغل الفيديو تحرير فيديو عن طريق فوتوشوب، صدقوني يعني قادر يشتغل فيديوهات رائعه جدا. يعني مثل ما شايفين عندكم اللي بيشتغل فوتوشوب كثير بيكون بيعرف يشتغل على ادجستمنت لايرز، بيشتغل على الفلاتر، فانت بترتاح كثير قادر تطبق فلاتر كثير رائعه، وتطبق ادجستمنت لايرز على كيفك، وتطبق كمان ستايلز على التكست وتحركها. فهيدي فرصه قدامكم اللي بتشتغلوا فوتوشوب، تقدروا تعملوا فيديوهات حقيقه كثير جميله وتشاركوها مع اصدقائكم، تشاركوها على الفيس، على انستغرام، على اي مكان بتحبوا. فيعني ما في داعي صدقا، يعني لسه واحد يعطي اكثر من هيك. يعني هيدي المعلومات اعطيتكم اياها كافيه، انتم بس عليكم انكم تجربوا. هلا بكل الاحوال اللي بتمنى انا، يعني اذا حدا اشتغل هيك وحب يشارك اعماله، يعني ممكن يشارك لنا اياها برابط تحت القناه يخلي الكل يتفرج انه شو طلع معكم بالفوتوشوب. اللي عنده اي تساؤل لسه زياده يسالني انا، يعني مثل ما قلت لكم يعني ما راح اعطي دوره انه كامله، اكيد فينا لسه نعمق شوي زياده، بس انا شايف ما في داعي اكثر من هيك. يعني اعطيتكم الاساسيات لتشتغلوا فيديو كامل، فاللي بجرب راح يشوف انه الكلام اللي اعطيته اياه كافي ووافي. بكل الاحوال اللي بيحب انه يكمل بشغل على الفيديوهات على الفوتوشوب، انا موجود، يسالني اي سؤال انا جاهز لحتى اساعده فيه، وصدقوني راح يطلع معكم تيشرتات حلوه. هلا انا مستمر بالدروس البريمير، راح مثل ما حكيت انا مع الشباب المتابعين الدروس، ان شاء الله راح بلش. هلا الدرس الجاي راح يكون عن الجرافيكس بالبريمير، راح يكون درس كثير مميز، كمان تابعوني عليه. والشباب والصبايا المهتمين بالقناه وبالدروس لا تنسوا الاشتراك فيها والضغط على زر التنبيهات مشان يوصلكم كل جديد. انا هلا راح اوقف الفيديو بس ثواني لحتى يرندر وفرجيكم الشغل النهائي، وبنرجع نحكي معكم شوي قبل ما نخلص الدرس، تمام يا شباب والصبايا؟ بس ثواني وانا برجع لكم. ايه تمام يا شباب يا صبايا، هلا خلونا نشوف الرندر بعد ما خلصنا. راح اجي انا حفظته هون،
سميناه تيست. فهلا شوفوا هذا فيديو بكل بساطة شغل فوتوشوب، شايفين يعني نحن اشتغلنا هيك شغل سريع، بس نشوف الميزات اللي قاعدين نحن نعملها. شايفين هيدا طبقنا الفلتر هون، شايفين ما احلى. وهون عملنا طبعا، بدك تشتغل فيديو نظامي بدك تشتغل بشكل احلى من هيك، بس نحن فورا هيك عملنا شغل سريع، اعطيناكم الاساسيات لحتى تشوفوا قديش قادرين تعملوا شغلات حلوة. يعني حتى ممكن مثلا انتو اذا عندك مثلا مقطع مثل هذا صغير مثلا هيك فلتر انت ما شفته بالبريمير مثلا، ما شفته بالافتر افكس، فانت مثلا ممكن تاخذ هالمقطع تدخله على الفوتوشوب، تعمل له هالفلتر، تعمل له رندر برا الفوتوشوب، وترجع تاخده على البريمير تضيفه لبقية الفيديوهات، وتطلع مثلا فيديو نهائي من البريمير بشكل رائع. يعني نحكي اذا بدك تدمج بين كل البرامج. فهيك درسنا بيكون انتهى اليوم، بتمنى يكون عجبكم. مثل ما حكينا، اي تساؤل اي شيء حطوا لي سؤال تحت القناة انا بجاوبكم فورا. واذا حبيتوا تشاركوا الفيديوهات اللي عملتوها بالفوتوشوب كمان يشوفوها كل الزملاء، بيكون شيء حلو. لهم نكون خالصين، يعطيكم الف عافية وسلامات للجميع، وانتظروني بدروس قادمة. يعطيكم العافية.